فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى كتاب النسائي كتاب البيعة. قال المصنف: باب البيعة، البيعة على الهجرة. ورد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. هنا في هذا الباب قال: إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. وجاءت رواية: إني جئت أبايعك على الجهاد، يعني جاء يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية قال: أتركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا أشكل على العلماء، إذ الهجرة كانت واجبة، فلما قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما؟ هذه حملها العلماء أن هذا حين انقطعت الهجرة، والهجرة ما انقطعت إلا بعد فتح مكة، والهجرة ما انقطعت إلا بعد فتح مكة. طبعا من إيش؟ من مكة، لأن كانت الهجرة لازمة من مكة إلى المدينة. فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة ثم فتح مكة انقطعت الهجرة هنا، فانقطعت حين هاجر. لذلك قال له: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. إذا حملوها على أنها بعد الهجرة، يعني لا تكون مطلقة، لأن الهجرة أصلا من مكة إلى مدينة واجبة. قال: إذا هذا يحمل على أنه جاء يبايعها الهجرة بعد فتح مكة، بعد فتح مكة. وقال مصنف: باب شأن الهجرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن أعرابيا، خذ منه، أعتذر إليكم، قال: شأن الهجرة. وروى المصنف عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله عز وجل لن يترك من عملك. هذا مهم جدا في شأن الهجرة وفضل شأن الهجرة. أعرابي، وتعرفون الأعراب ولهم ما لهم من الأعمال، الأعراب لا يستطيعون احتمال جو المدينة، الأعراب لا يستطيعون جو المدينة. رأيت أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما بايعه قال: أقلني بيعتي. قال: لا أقيلك. قال: رد علي بيعتي. قال: لا أرد عليك بيعتي. قال: رد علي بيعتي. قال: لا أرد عليك بيعتك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. قال: المدينة كالكير ينفي، المدينة كالكير ينفي خبثها. فالمدينة لا يبقى فيها منافق. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهنا جاء أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، يعني أنت لو جئت المدينة ستكون مثل أسلافك وأترابك الذين جاءوا إلى المدينة متحمسين ثم طلبوا رد البيعة وكفروا بعد ذلك ردة. فقال: ويحك، إن شأن الهجرة عظيم أو شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا، يعني الله تعالى لن يسقط من عملك من شيء، ولن يوقف أجرا أنت تستحقه ويكون لك. فانشغل بهذا العمل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وهنا العجب من ذلك أنه جاء يتكلم عن الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأصحابه، وقد ورد عن الأعراب، احنا رأينا الأعرابي كما قلت جاء للنبي وقال: رد علي بيعتي. وأيضا ما جاء من رعل وذكوان ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. فلذلك قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ ابقى في عملك وأنت تعمل في الخير وتعمل بالفضل، وإن الحسنات عند الله لا تذهب بل تتضاعف،
ويعطي عليها الأجر. إذا قال لن يأتي لك، إما من الترى يعني القطع، وإما من الترك وهي الأقرب، فإن الله لا يترك من عملك شيئا، إن الله لا يمل حتى تمله. وفي وقت الهجرة البادي أيضا قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. اللهم ارزقنا ذلك رب، واغفر لنا. وقال رسول: الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا، فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. فهنا قال له: أعظم الهجرة أن تهجر ما كره ربك، يعني أن تهجر ما نهى الله عنه، وأعظم الهجرة الترك. إن كانت الهجرة حقا ترك البدن من أرض إلى أرض، فالترك هنا يا رب اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، ترك البدن، فهنا ترك المعصية أفضل الهجرة، ترك ما نهى الله عنه، يعني هذه ترك أوطان المعاصي. وهذه أيضا يستنبط منها أن الرجل إذا كان في بلدة والبلدة فيها ما فيها من السوء، ووقع في السوء بسبب هذه البلدة، أنه يهجر هذه البلدة. وقد نصحنا قبل ذلك أن من وقع على أحد في هذه البلدة لابد أن يترك البلدة، لأنه يعني سيأتيه الضعف في طارة فيرجع إلى مكان عليه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والهجرة هجرتان، هجرة الحاضر أي المقيم بالبلاد والقرى، هجرة الحاضر وهجرة البادي. الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، عن المقيم في البادية. فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، يعني ليس له حق في ترك الأوطان. تعرفون هم يعني يقطنون الصحراء، فقال فقط أن يؤمر فيسمع ويطيع، فهو يبقى في صحرائه. فإذا جاء الجهاد والقتال وأراد الولي الأمر أن يشاركهم القتال فيأمره فيأتي، يستنفر فينفر، لكن يبقى في وطني، في صحراء التي يعيش بها مع إبله، يعبد الله ويأتي بالطاعات فيرتقي. وهنا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم فضل الهجرة، وقال أن أفضل الهجرة على الإطلاق أن يهجر المرء ما نهى ربه عنه. اللهم ارزقنا رب، واغفر لنا رب. قال: والهجرة هجرتان، هجرة من بادي وهجرة من حاضر. والحاضر المقيم في البلاد، إذا كانت البلد بلد كفر وجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا أن يكون في بلاد الكفر له فيها إعواز شديد، فيبقى حتى تنتهي حاجته ويقضى ما كان فيها، ثم يهاجر إلى بلاد الإسلام، هذا هو الأولى له، ثم يهاجر إلى بلاد الإسلام، فلا يركن إلى بلاد الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال: باب تفسير الهجرة، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأبا بكر، قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين، لأنهم هاجروا المشركين، يعني هاجروا أوطان الكفر مكة آنذاك، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. فهو يفسر هنا الهجرة وهي الانتقال، نقلة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. شوف، هو يقول هنا فسر الهجرة وهي انتقال المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الله أكبر. نعم، يعني هذا هو النبل الأصيل، والصدق أيضا في الشعور بأنه الأجساد قد يكون فيها بعض الهجر، لكن الأرواح لا يمكن أن إذا التقت واتفقت لا يمكن أن يكون فيها هجر. لذلك قال له: اجعل نفسك ما زلت في وطنك البدوي، لكنك الروح التي ارتبطت بالإسلام إذا أمرك، نعم إذا أمرك تأتي فتسمع وتطيع، وإن كان الجهاد والرأي ارتفعت واستنفرك لابد أن تنفر. فهنا المدينة كانت دار شرك، فهاجروا إلى السنة ليلة العقبة إلى النبي، وأهل مكة هاجر أبو بكر وعمر من أهل مكة، كانت دار شرك، هاجروا منها. وقلت رأس الأمر بذلك: برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. طبعا هذه أيضا كما فتح لنا هذا الباب الجميل، هجرة الروح للروح، إن كان يرتبط بأهل الكفر فمزيته أنه يترك أهل الكفر إلى أهل الإيمان.
الفوائد المستنبطة. شاهد أنت تأخرت جدا عن الدرس، انتهينا من الدرس، إذا يكون الدرس الذي بيننا بعد العصر بقى إن شاء الله. فضل الهجرة، النظر بعيون مقاصد الشريعة لمسألة المصالح والمفاسد. لما فتح مكة وأراد أحدهم أن يهاجر إليه، قال تركت أبوي يبكيان، فقال اذهب فاضحكما كما أبكيتهما. عين الحكم لا يتأتى إلا بفهم المعنى، عين الحكم لا يتأتى إلا بفهم المعنى. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.